الفوز بهدف نظيف يكفي إعلان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطلاً لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، حينما يستضيف فريق نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في إياب الدور النهائي بملعب القاهرة الدولي. وكان نهضة بركان قد حقق الفوز في ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف الأحد الماضي، ويتطلع فرسان ميت عقبة لانتصار بالرقم 14 في سجل مواجهتهم بالأندية المغربية في بطولات الأندية الإفريقية، كي يعانق الزمالك لقب الكونفدرالية في مواجهة نهضة بركان. ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أفضلية واضحة عبر تاريخ مواجهاته بالأندية المغربية في البطولات الإفريقية، وواجه الزمالك الأندية المغربية خلال 24 مباراة عبر مشواره القاري ببطولات الأندية الإفريقية، ونجح فرسان ميت عقبة في الظفر بالانتصار خلال 13 مباراة، بينما خسر في 6 مواجهات فقط وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات أخرى. ونجح هجوم الزمالك في تسجيل 33 هدفا بشباك الأندية المغربية، في حين تلقى الفريق 20 هدفا فقط في مرماه على مدار 24 مقابلة. ولعب الزمالك أمام 9 أندية مغربية على رأسهم الرجاء والوداد، كذلك الجيش الملكي ونهضة بركان والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والمكناسي وحسنية أغادير. الفارس الأبيض يتطلع لمواصلة سيطرته على المواجهات المصرية والمغربية وعناق الأميرة السمراء على حساب نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية. اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد، يعني بيسعدني ويشرفني يكون معايا الاعلامي المتميز باشمهندس طارق رضوان. ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بينا. كله تمام؟ بخير. مضايقك قوي حوار بركان وبركان ده، يمكن عدلتها لي قبل كده. نهضه بركان بيتضايقوا هم؟ لا، المعنى مختلف. بركان حاجه تخض يعني، انما اسمها نهضه بركان. في البدايه، رؤيه حضرتك لماتش الزمالك ونهضه بركان في الشوط الثاني والاخير. الشوط الاول كان صعب، ولكن عايز اسالك، شفت ازاي الشوط الاول هناك في المغرب؟ عملنا الشوط الثاني كويس قوي طبعا. كان ممكن كمان نتعادل، كان ممكن النتيجه تطلع 3-1 لانه ما جالهم كره خطيره في العارضه طبعا التسديده. لكن أنا ضد فكرة إنه فريق نهضة بركان سهل ودون المستوى وهنكسب، الكلام ده كلام في كرة القدم، كلام عجيب. دايماً لغة الأرقام هي اللي تحكم وهي الفيصل. فلما فريق يوصل فاينل لبطولة 4 مرات في آخر 5 سنين، أوعى تقول لي بقى يعني إن ده ضعيف. لما فريق يلعب كل ماتشاته وما يخسرش ماتش السنة دي، نفس الشيء برضه. لما تقول لي انه كسب الوداد وهو بطل دوري الابطال السنه اللي فاتت، قبل اللي فات كان الوداد بطل دوري الابطال وهو كان بطل في كاس السوبر، فلعبوا في السوبر ففاز على الوداد. اوعى تقول لي ده من فراغ. لما يكون متقدم على الوداد السنه دي في الترتيب، نفس الشيء. فلا، كل الاشياء وكل الدلائل بتقول لك انه فريق قوي، فريق مميز، فيه لعيبه مميزين. وما تسمعش الكلام ده خالص. طب ده على الورق والقلم، على ارض الملعب بقى، شفت فريق نهضه بركان ازاي؟ شفت فريق قوي. انا في بعض الاحيان كنت شايف انه فريق بيدور على انه يرمي الكوره في ال 18، عايز فاول، عايز اوفر، عايز يقع على ال 18 جوه اول 10 دقايق. شفنا 3 وقعات جوه جوه ال 18. فعايز حضرتك شفته ازاي جوه الملعب بوجهه نظرك؟ كل مدرب وكل فريق بيلعب بالكروت الرابحه بتاعته. أنا قلت قبليها في أكتر من مناسبة إن فريق نهضة بركان بيعتمد على حاجتين، الأطراف والكرات اللي من الأطراف جوه ال 18، وإن عندهم هيدر مميزين. خد بالك الجون التاني اللي دخل في نادي الزمالك، 3 بينطوا على الكورة. 3 لاعبين من نهضة بركان والتلاتة يجيدوا التعامل في ضربات الرأس. فهم مميزين في دي. بس كان فيها توفيق كبير لجناب ليهم. يعني الجناب مهمة جدا، لازم تقفلها وتاخد بالك من المساوي الباك ليفت، وتاخد بالك من يوسف الفحلي في الرايت في ناحيه اليمين، تاخد بالك من الفراوده،
وفي نفس الوقت هما هيبقى يعني في مشكلتين يعني هيقابلوهم جامد جدا. اقول لك عليهم لسه. لكن انت بتسالني على المباراه الاولى، الزمالك عمل الشوط الثاني كويس، هما الشوط الاول كانوا افضل مننا. ليه؟ ايه الاسباب؟ هل فرقتنا كانت مخضوضه؟ هل الاجواء برضو الاسباب؟ في خد بالك في مجموعه من اللاعبين بتلعب نهائي افريقيا لاول مره، في تغييرات حصلت فريق الزمالك، يعني انت كل العناصر الدوليه ومعظمها مشي من الفريق. طبعا طارق حامد ومصطفى فتحي بس نتكلم عن حسام عبد المجيد، المسلوسي، فتوح، تقريبا كل دول بيلعبوا. فتوح لا، ممكن يكون لعب في وسط الملعب. عندنا محمد شحاته، احمد حمدي لاول مره، محمد شحاته يعني لعب مع المنتخب الاولمبي برضه بعض مباريات، سامسون اكينولا، لكن نهائي برضه ليه هيبه. تيجي بعد كده مثلا لأحمد حمدي، لا طبعا اكيد الامور بالنسبه له جديد. ذلك احمد حمدي يعني برضو احنا بننتظر منه افضل من كده بكتير. في بدايته كانت قويه جدا يعني مع الزمالك. سامسون كان تايه الشوط الاول طبعا. فتوح المشكله كانت بتبدا الجانب الدفاعي بتاعك من اخر الملعب ما كانش موجود. سامسون ما كانش بيضغط، فبالتالي ساب ناحيه الشمال او ساب الانطلاقات بتاعت اللاعبين اللي جاي من اليمين من المغرب، يوسف الفحلي واللي وراه بيلعبوا باريحيه. فمثلا هتلاقي الهدف اتنين على فتوح، اتنين لعيبه يوسف الفحلي واللاعبين اللي وراه وهكذا. فهو الزمالك دخل بقى في الجيم، ابتدى يخش في الجيم في العشر دقائق الاخيره من الشوط الاول، كره بتاعت الجزيري بعد ما حسينا خلاص الموضوع بيبقى صعب يعني هدفين. وابتدى انه يشارك في الهجمات. الشوط الثاني يعني ربنا اكرم الزمالك بالهدف توقيته طبعا في اول دقيقه في الشوط الثاني. وسيف الجزيري الحقيقه لاعب مؤثر قوي، يعني سيف الجزيري تقدر تسميه كده رجل المهام الصعبه. سيف الجزيري بيظهر تاثيره في المباريات القويه والمهمه بيبقى تاثير كبير جدا. ارجع كده لكل الاهداف اللي جابها سيف الجزيري او المباريات الثقيله تجد سيف الجزيري بيتالق فيها. فاكر ماتش الترجي السنه اللي فاتت؟ سيف الجزيري عمل مباراه كبيره وجاب جول جميل جدا. طيب مباراه النادي الاهلي نفس الامر، جاب جولين وضربه جزاء واتلغت. ارجع لنهائي كاس مصر اهلي وزمالك، سيف الجزيري عمل مباراه كبيره لو تفتكر، بيتالق في النهائيات جول طبعا لزيزو. تعالى لماتش نهضه بركان الاخير ده وغيره وغيره وغيره، سيف الجزيري يتالق ويظهر في المباريات كبيرة لانه بيعرف يقف على الكرة، بيعرف يستقبلها، بيعرف ياخد بينالتي، بيعرف يخش جوه ال 18، هيدر كويس جدا. فيبقى لاعب جيد ومؤثر. عشان كده سيف الجزيري لاعب دولي في تونس، واي مدرب بيجي بيكون حاجز له مكان. من وجهة نظر حضرتك اني فيرجن اقوى، 2019 ولا 2024 لنهضة بركان؟ نهائي 2019 ولا السنة دي؟ احنا وهم اقوى، يعني احنا كان فرقتنا في 2019 كانت افضل، وفرقتهم في 2019 كانت افضل. والناس برضو اللي بتقول لك المباراه ونكسب ثلاثه ونكسب، يا جماعه الكلام ده صعب. فرق شمال افريقيا بتعرف تدافع، بتعرف تقفل. ارجع لمباراتك مع نهضه بركان 1-0 وركلات ترجيح. ارجع لمباراتنا مع الرجاء من 22 سنه، صحيح 0-0 في المغرب بس هنا 1-0. مباريات كثيره جدا، فرق بيبقى قريب جدا. وفريق نهضه بركان فرض نفسه بقوه على الساحه، يعني بالورقه والقلم نهضه بركان في اخر يمكن 5 سنين عامل انجازات جامده جدا. 4 فاينل، بطل سوبر، الكاس، واخد الكاس في المغرب في اخر 7 سنين 3 مرات. فماشي بشكل جيد، يعني هو والجيش الملكي والوداد والرجاء خلاص مفيش فوارق، بالعكس بيتفوق عليهم كتير. يعني تاريخيا خساره 2-1 لو حضرتك اكيد تفتكر في الفاينل حصلت للزمالك مرتين، شوتينج ستارز، شوتينج ستارز مره موجود ماتش الذهاب 2-1 96 ومره في الافرو اسيوي، وهدف الزمالك جه في اخر دقيقه في الماتش. يعني الزمالك كان مغلوب 2-0، ما كانش برضه موفق، وهم بعد ما جابوا الجول الثاني شوتينج ستارز هجوم عنيف، ضاع حوالي 4 فرص أو 3 فرص. وبعدين الزمالك ابتدى يخش في الجيم، وبعدين الجول كان في الدقيقة 45 الكابتن طارق مصطفى. طبعا هنا
2-1 وركلات ترجيح برضو. يعني تدينا حته تفاؤل شويه ان الزمالك لما في المباراه الفاينل الذهاب يخسر 2-1 زي ما قلت لحضرتك حصلت مرتين يبقى فالخير تفوق 1-0 ولكن بتبقى مرعبه بقى لينا هنا في ماتش انه انت بتلعب لو جبت جول ان شاء الله انت خايف برده تيجي عليك شوطه هجمه اوفر ايا كان خصوصا فرقه من الفرق زي نهضه بركان لو ما بيلعبوا على التفاصيل الصغيره زي ما حضرتك قلت. هقول لك على نقطتين ضعف لازم تلعب عليهم. في مشكلتين هيقابلوا نهضة بركان. أول حاجة في موجة يعني الخبر ده هيضايقنا بس ربما يكون في صالحنا. في موجة حارة شديدة جدا جاية على مصر خلال الأيام القادمة وهتوصل ذروتها يوم السبت والأحد والاثنين. حرارة توصل 40. بص هو لو حرارة لو الخبر ده هيجي على مصلحة لينا أنا موافق يجي على قلبي زي الفل يعني أقعد في الحر عادي ممكن زود براحتك. لكن الحراره كام في الـ في الـ في المغرب هم وصلوا النهارده بسلامه الله يعني كنا هناك تقريبا بالليل الدور ماكسيموم 24 هي النهارده 24 ما انا لما اجي بكلم معاك في حاجه ببقى عاملها 24 درجه يعني فرق 16 درجه ده هيفرق دي واحد. نمره 2 النواحي البدنيه عندهم اقل مننا. السبب ايه؟ السبب ان هو الشهر اللي فات في ماتشين له ليه اتلغوا وكانوا مأجلين له ماتشاته في الدوري. فالفورمة مش ماتشين بتوع اتحاد العاصمة طبعا اتلغوا، انت عارف انت ظروفه. وفي نفس الوقت كمان هم كانوا مأجلين له لان هو بيسافر وبيروح ويعني ونفس الشيء لما رجع الماتش المفروض يتلعب فأجلوا له ماتشات. فهو لعب في الفترة دي كلها 3 ماتشات. في شهر. لعب الجيش الملكي. طلع معاه 2-2 وبعدين خسر ركلات ترجيح ده في الكاس. والتطواني المغرب التطواني ولعب مع تقريبا. المغرب التطواني كسب ولعب ولعب ماتش طبعا ثالث يعني لعب 3 ماتشات. انت في المقابله انت لعبت ماتشات كتير، انت لعبت البنك الاهلي ولعبت سموحه ولعبت معاه ولعبت دريمز رايح راجع رايح جاي لا يعني دي كويسه فبدنيا انت كويس. عندهم بقى مشكله كبيره جدا لازم تلعب عليها السيرد باكين وخط الظهر. على قد ما عندهم خط هجوم قوي ولاعيبه زي ما اتفقنا هيدرز وبيسجلوا اطراف قويه ولاعبين مهاريين لكن لابد من الضغط على السيرد باكين وعلى حارس المرمى. وحارس المرمى بتاعهم في ماتش الجيش الملكي في هدف الجيش الملكي كان بخطا حصل ضغط عليه والدربك وجي الهدف الجيش الملكي كان الهدف. الحارس اللي هو بيعمل روتيشن للحارس المرمى الحارس اللي هو بيلعب لعب الماتش الذهاب فدي نقطه. النقطه الثانيه السيرد باكين لازم تضغط عليهم بصفه دايمه ما تسيبوش يطلع من الملعب لازم تبقى ضاغط عليه بصفه دايمه هتغلطه كتير وهيتاثر كتير. انا بقول لك لان انا اتفرجت على ماتشات ليهم كتير هم دفاعيا مع الضغط مع النواحي البدنية ممكن يفرق بالسلب لكن هما كفريق فريق متميز عندهم لاعب في لاعب كمان مهم جدا العرجون ده حقيقة ما كانش موجود في الماتش الأول هيشارك في الماتش الثاني هيشارك في الماتش أساسي. طيب خليني أسأل حضرتك حتة الجمهور ويمكن أنا كنت في الاستاد في بركان وحضرت الماتش يعني هو الملعب حتى لو متقفل على آخره مش هكمله 12,000 هو ساعته مشجع ويمكن هي منطقه ساحليه فالجمهور برضو على قد يعني يجي القاهره هنا يلاقي ان شاء الله 80,000 في استاد القاهره متقفل دي هتعمل عليهم ضغط ولا كنا بنشوفهم بيكسبوا الوداد في قلب ملعبهم في كازابلانكا الوداد طبعا والوداد كان في عز واخد جمهوره كان مقفل الاستاد وهم واخدين الكونفدراليه ولعبوا السوبر في الدار البيض لانه طبقا اللي قاعد تلعبها في ملعب اللي فاز بدوري الابطال كسب الوداد وكسب الرجاء في نهائي كاس العرش في بدايه الموسم ده اللي انت بجمهور. فدي ومع الجيش بطل الدوري يعني وصلوا لركلات ترجيح دي بتسبب لهم مشكله ولا عادي هم بيلعبوا بضغط جماهيري متعودين عليه؟ لا هم اعتادوا لانه الثلاث فرق المنافسه ليهم كلهم عندهم شعبيه كبيره. الجيش الملكي عنده شعبيه في الرباط في العاصمه الوداد والرجاء في الدار البيضاء وفي كل انحاء المغرب طبعا يعني شعبيه الرجاء والوداد اكبر من الجيش الملكي كمان فهم واخدين على ده لكن عامل مهم جدا وعامل مؤثر اكيد.
طيب شايف ايه مصادر القوة لنادي الزمالك في الماتش ده؟ يعني شايف الحاجات المباريات دي زي ما احنا بنقول تكسب ولا تلعب، يعني خلاص انزل موت طبعا. نفسك طبعا المدير الفني بيبقى ليه يعني جزء صغير بيحط خطته بيتكلم على لعيبته، لكن الجزء الاكبر هو اللعيبه والروح داخل هذه المباراه. اولا لازم تامن خط ظهرك، دي اهم نصيحه، دي اول حلوه اهم نصيحه طبعا. امن خط ظهرك، لان انت لو دخل فيه جول انت عايز ثلاثه، هتبقى المهمه صعبه، او على الاقل 2-1 وتلعب ضربات جزاء. فامن خط ظهرك بشكل مميز وتبقى متمكن من كل المفاتيح اللعبه بتاعته، تقفله الاطراف، تضغط على المدافعين بتاعته على طول، خاصه السرد باكين دايو واللاعب الثاني عسال اللي هو كان عمل الكره اللي حكم الفار للاسف الشديد اهملها ده، ولا عدت عليه ولا قال للحكم. كنت عايز اسالك رايك ايه على الحكم، يعني انا اتكلمت على هيثم قبل الماتش يوم الثلاث وفتحت السي في وشفت الماتشات اللي عملها، لقيت ان معظم الماتشات اللي عملها هو بيشوف اخطاء المنافس، عملها كتير، يعني هو معظم الحاجات اللي عملها تدخلاته كانت في اتجاه واحد، وهو ده اللي عمله في الماتش الاخير. هي البنالتي بنالتي 100%، اه طبعا 100%، لكن زي ما انت شفت ديت، وخدت بالك ان حسام عبد المجيد كده يعني كرة مش باينة وعملت ونداهت الراجل، طب انت ده التلفزيون المغربي عاد الكرة مرتين، الكرة بتاعت شحاتة والعسال اللاعب السيرد باك بتاعه وتعادت مرتين وكل الناس شافتها ضرب يعني، فكان لازم يستدعيه. وانا بشوف انه لازم الكاف يبقى حاسم في الحاجات ديت، بمعنى يعمل ايه يعني؟ انا معاك على فكره، بس انا بس لجنه الحكام في الكاف قبل قبل المباراه حتى مجلس اداره نادي الزمالك اتكلم وقلنا انه يعني من الافضل انه نعمل كده فلتر لاختياراتنا ونشوف اختياراتنا تناسب الفريقين ولا لا، تناسب حجم المباراه ولا لا. فمن وجهه نظر حضرتك عايز الكاف يبقى حاسم، انا معاك قلبا وقالبا، بس هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لجنه الحكام تعاقب الحكم المخطئ في هدوء، توقفه، خاصة في قرارات بتبقى مهمة مصيرية تغير الماتش، ضربة جزاء، هدف انت لغيته كان هدف طرد وتجاوزت عنه، ده انت ما ندهتش الحكم حتى، كان لازم تستدعيه ويشوفها ويشوف تستحق او تستحق او لا ده انت تجاوزت عنها خالص. متعمدة؟ انا شايف انها متعمدة طبعا. نقول ما شافهاش؟ لا انت شايف دي فار في الملعب. لا ده انا بقول على الدبار يعني، اه طبعا لازم يستدعي الحكم. على فكره الحكم عمل مباراه جيده، الحكم نسبيا ولكن قراراته كانت بتحرجم، يعني كنت بتكلم مع كابتن عبد الواحد بعد الماتش يقول لك الحكم كويس ولكن بيحرجم فرقه نادي الزمالك، انه قراراته دايما كانت عارف انت الحكم يا كابتن اللي في اول المباراه يكون عايز يدي كام قرار كده عشان اوريكم انا جامد، انا مش بهزر، مش جاي اهزر هنا. فكانت قراراته كانت ضد نادي الزمالك في الاول كنوع من انواع تكتيف المباراه، وجهه نظري يعني. انت هترجعني لسنه 96، الزمالك كان بيلعب في دور الثمانيه، السنه اللي خد فيها الزمالك البطوله ولعب مع شوتنج ستارز، كان بيلعب مع نادي اسمه المكناسي. اخطر لعيب وقتها كان في نادي الزمالك وكان من اخطر اللاعبين في افريقيا طبعا، وواحد من اعظم النجوم في مصر احمد الكاس. طبعا. وجاب جول في ماتش الذهاب. ويعني احمد الكاس كان ساعتها مع منتخب مصر 3 أهداف و2 هدفين وكان عامل موسم رائع يعني، اللي هو مواسم 94 95 96. ففي اول 5 دقايق الحكم طرد احمد الكاس، ومحدش عارف لغايه النهارده طرده ليه يعني. وكان احتكاك يعني 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 بسيط، ما يستدعيش الطرد. ففوجئنا بالحكم، خرج لعب الزمالك 10 افراد. دي بتبقى رساله للعيبه بالاول الماتش، فبتبقى في ظروف صعبه جدا. بس بعد ما طرد احمد الكاس على طول الزمالك كان مغلوب 1-0، سجل طارق مصطفى هدف. فبقينا 1-1، وبعدين هما سجلوا هدف 2-1، وبعدين ايمن منصور سجل هدف ثاني وخلص الماتش 2-2 والزمالك ب 10 افراد. فهو الخبرات واللاعب، اي لاعب لازم يبقى قاري الجيم. ولما كنا بنقول برضو للمدربين
ان لازم المدرب اللي يكون موجود يكون عنده خبره في افريقيا. كانت ناس تقعد تضحك يقول لك المدرب مدرب في اي حته ده محترف. لا مفيش حاجه اسمها كده. وانا النهارده مثلا لو انت مدرب مميز هنا في مصر ورحت الدوري في فنزويلا مثلا هتنجح في التدريب او هتفهم كل حاجه بعد اسبوع او اتنين او شهر؟ هتحتاج ست شهور على الاقل. طريقه اللعب، اسلوب، نفسيه اللعيبه، اللعبة اتحادها والمسابقات ماشية ازاي، التحكيم اخباره ايه، الاعلام بيعمل الحاجات دي كلها تدي خبرات. ولذلك هتلاقي ان جوميز كل مدى يعني هيعرف حاجات ما كانش عارفها في الاول، بيفهم الدنيا. واصعب حاجة على المدربين الاجانب اللي بيبقوا جداد افريقيا، لانه كل المدربين الاجانب لما تتفرج برا على ماتشات دوري الابطال تتفرج فكرة الحسابات الدفاعية دي ما بيحطهاش، وجوه زي بره ما بيبقاش في مخه. تتفرج كده على يورجن كلوب، تتفرج على جوارديولا، تتفرج على انشيلوتي، تلاقي الطرق ما بتختلفش قوي. لكن احنا عندنا لا، بتختلف تماما. انت ما تقدرش تلعب جيم مفتوح في المغرب او في تونس، او تنزل تلعب ماتش مع الترجي ولا مع مثلا الوداد او مثلا مع نادي كان تروح فاتح الجيم. ليها شكل معين وليها تكتيك معين وليها خطه وطريقه معينه. فكل الحاجات طبعا الحراره لا، يعني في اوروبا مثلا الحراره بتبقى قريبه جدا، يعني ما فيش حاجه اسمها موجه فجاه مثلا تبقى في مثلا في انجلترا وبعدين فرنسا تلاقي مثلا 15 درجه فارق وتحت مش عارف خط كله قريب من بعض، كله قريب من بعض. انما انت عندك لا، الدنيا مختلفه تماما. تبقى هنا برد وتروح جنوب افريقيا تلعب تلاقي الموضوع صعب. لا، انت عندك في اقطار كثيره جدا. انت دلوقتي مثلا في الصيف داخل على الصيف، هم داخلين على عز الشتاء. انت ما عندكش ممكن امطار تلاقي مطر فظيع جدا. طبعا. طيب الحاجات دي مهمه جدا طبعا، لازم تبقى دارس قبل ما تلعب البلاد ديت. فدي بتيجي مع الوقت مع المدربين الفنيين، بيحتاجوا ياخدوا وقت. المدربين الفنيين الاجانب بياخدوا فتره لغايه طبعا معايا. ولذلك طاقم يعني احمد مجدي عامل شغل هايل جدا مع جوميز وقريب منه. وبعدين انا عجبني جدا ان احمد كمان طور من نفسه، كابتن احمد، وخد شهادات تدريبيه لحد دلوقتي. يعني يمكن بتكلم معاه كابتن احمد لحد دلوقتي في ويلز وانجلترا، بياخد دورات تدريبيه، بيروح هو بياخد الدي اوف بتاعت الفرقه لو في خميس جمعه سبت، كل سنتين يروح يمتحن ويرجع، بيطلع الجديد وبيروح يمتحن وبيرجع، ما بيمتحنش اونلاين، بيروح يمتحن هناك ويرجع. يعني طبعا هو وصل للايه تقريبا، مش كده؟ إيه؟ هو وصل هو في الايه دلوقتي اللي هي خلاص داخل على البرو، ده شيء كويس. وكل فتره بيحصل فيها تجديد. لا هو الحقيقه برضو هو لازم يا جماعه الناس تعرف حاجه يا مينا، في الرياضه، في التدريب، في الاعلام، وباكد الوسيله الوحيده اللي تعليك هي الثقافه، القرايه. صح. خلاص بقى شغل الفهلوه والحاجات اللي احنا ايه البعض بيعتمد عليها دي ما تنفعش. ما ينفعش ان انت تخش مجال تدريب وانت معكش شهادات. صح. ده كان 80% معهم الشهادات من سنتين. صح. مفيش كده ابدا. ما ينفعش ان انت تبقى مدرب لفرقه كبيره ومعاك شهاده بيه وبعدين يقولوا لك اقعد بره او اطلع اقعد في المدرجات، شكلها مش حلو. انت عارف ان في السعوديه الدوري الممتاز به، مش حتى الدوري اللي هو الاساسي المحترفين، لا اللي تحتيه كمان، في مدرب مصري اسمه ايمن السراج، كابتن ايمن السراج، صعد بيهم لدوري المحترفين ده اللي هي المرحله الاعلى في به. فعايزينه يكمل، بس في مشكله اللي مقابلاه ان لازم يكون معاه البرو. ده في الايه؟ ده في الدوري الممتاز به، مش في الايه يشترط انه والله يشترط كده. فما قدرش يكمل معاهم وهيروح نادي تاني لغايه ما يشوف حال الموضوع البرو. طبعا. فهو النهارده عشان كده مدربين شمال افريقيا عملوا طفره كبيره جدا الفتره الاخيره وبقوا مطلوبين. شايف ان الزمالك وتاريخه الافريقي قدام فرقه نهضه بركان يميل الكفه لنادي الزمالك ان شاء الله يا رب، ولا نهضه بركان في البطوله دي عنده خبرات؟ احنا كنا بنتكلم وصل اكتر من فاينل في السنوات الاخيره، برضو لا مفيش، نقدرش نقول ان في كفه تميل. اي نعم اسم نادي الزمالك وتاريخه كبير جدا جدا، ولكن برضو الخبرات الافريقيه وبالذات خبرات البطوله الكونفدراليه لنهضه بركان
تقيلة برضه. ده بقالهم ست سنين وصلوا أربع مرات للفاينل، يعني 2019 كانت أول مرة قصادهم. وصلوا الفاينل وخسروا منك بركلات الترجيح. السنة دي وصلوا فاينل. إن شاء الله إحنا اللي نفوز يعني. يا رب. خدوا البطولة مرتين كمان. خدوها في 2021 ولا 2020 و2022. السنة اللي فاتت كان اتحاد العاصمة. فلا فريق مش سهل، لما 2019 يعمل نتيجة و2020 و2022 و2024 لما ما يخسرش ولا ماتش، لا الحاجات دي يعني تدرك ان انت امام فريق قوي. لما يكسب فرق المقدمة عنده، لما ياخد السوبر الافريقي، وبعدين نادي نهضة بركان مين كان رئيسه؟ مين اللي حط النواة؟ فوزي لجع، وهو من ابناء مدينة بركان، يعني كان رئيس للنادي وما زال تأكد انه مشرف على كل كبيرة وصغيرة وبيتدخل في حاجات بس طبعا عن بعد. فبالتالي النادي ده كمنظومة قوي. انما الزمالك ان شاء الله انا شايف ان فرصه اقول 51-52%، يعني عنده افضلية طفيفة. لكن الموضوع كان هيصعب لو كان 2-0، لو كانت مباراة الذهاب كان هتبقى الامور فرق شاسع. انت محتاج دلوقتي تجيب جول قبلها، قبل جول الجزيرة كنت محتاج تجيب 3 اهداف. بس 2-1 برضه يا مينا احسن من 1-0، يعني انت كنت 1-0. بس الميزة بقى اللي كان عملها جروس وقتها، امن دفاعه وجي ضغط في الشوط الثاني، بس جت كام كورة خلت الواحد يحط ايده على قلبه في مباراة العودة يعني. طبعا كام كورة محمود علاء تدخل، وكام كورة عدت كده كان ساعتها ابو جبل حارس المرمى يعني. كان ابو جبل طبعا رباط صليب مش كده يعني. ربنا كان جنش عفوا في مباراه الام بحاول افتكر، كان جنش شال كام كوره في المباراه دي خلت الواحد يحط ايده على قلبه، لانه لو كان جاب فيه جول اعتقد جنش جنش لعب المباراه دي. جنش جنش أكد. يعني انا حد ذكرش 2019 الشباب ياكدوا معانا. جنش كان اتطرد في ماتش النجم الساحلي، جنش كان اتطرد ووقف بداله وبعدين لعب ماتش الذهاب، لعب جول اسمه ايمن صلاح او عمرو صلاح، لعب ماتش عمر صلاح لعب ماتش الذهاب. ده حقيقي. العوده بقى لعب جنش، لعب الماتش العوده ف ما لعبش الذهاب فعلا. هم بياكدوا زمايلي اللي اتطرد في تونس جنش كان مطرود، ما لعبش على فكره البطوله دي برضو كانت قويه جدا، والمجموعات يعني كانت معاندة الزمالك، ويعني الاعلام برضو ما انصفش الزمالك فيها. عارف ليه؟ ارجع للمشوار بتاع الزمالك، صعب جدا مجموعات أربعة، النجم الساحلي، والنجم الساحلي ده كان فريق قوي جدا، هو يمكن اخر سنين قل، لكن النجم الساحلي في 2015 و16 و17 و18 كان في حاله رائعه. انت فاكر حتى كان اقصانا من الكونفدراليه هو فاز بيها قبل ثلاث سنوات يعني. فانت كسبت في الفاينل نهضة بركان، انت كسبت في السيمي فاينل النجم الساحلي، كسبت في دور الثمانية حسنة اجادير برضو واحد من الفرق. والمجموعات كانت عصيبة يعني. مجموعات احنا عدينا زي المعلق كان بيقول ساعتها، الصبر حدود يا زمالك، خلاص الكرة ما كانتش عايزة محمد فوزي ما كانتش عايزة تخش الكرة. واوباما نرجع بالذكريات دي ونقرب بيها اليومين دول، ارتا سولر محمد فوزي على فكرة من ابناء التلفزيون المصري بالمناسبة، يعني معلق متميز واعلامي متميز، وكان عندنا في نايل سبورت يعني مباراة ارتا سولر السنة دي كان بيلعب فرق ناشئين في الزمالك كمان. مباراة ارتا سولر السنة دي كانت صعبة، وكل كان بيقول انه لا 45 دقيقة تجيب عايز 3 اهداف او 4 اهداف، موضوع صعب. لانه والمنافس زي ما انا قلت لك، انا كنت ضيف قلت لك كل الناس مستسلة، لا ده صارف على لعيبه كويس جدا، النتائج بتاعته نتائج كويسه لما تشوف كده تبص عليها، التجارب الوديه انا كل ده بقعد اتابعه. وتوقعت المباراه تبقى صعبه، بس اللي صعبه بقى ان الزمالك غير مغلوب 2-0 دخل فيه جول، عشان كده بقول لك لازم نامن خط ظهرنا. مين اللي يبدا؟ تعالى كده نحط تشكيل هو احنا تقريبا هتبقى واحده، ولكن المشكله في خلاف طبعا. عواد واربعه هيلعب على اليمين عمر جابر طبعا، هيلعب على الشمال فتوح، هيلعب في السرد باكين المسلوسي وحسام عبد المجيد. ويعني انا بقول ان احنا لازم نهتم بسرعه التعاقد مع نهايه الموسم ان شاء الله، يعني ما يتفك الايقاف يعني مش حياتها
لا بالديفنس. احنا محتاجين اربع مدافعين على الاقل او ثلاثه بس يكونوا دوليين خارج مصر او من داخل مصر. شوف تجربه الدوليين دايما انا اكد عليها ان بتنجح. شوف لعبتك اللي بقى ليها مكانه اساسيه ولعبه اساسيين ولا اقتنع بيها الجهاز الفني هم اللعيبه اللي ليهم خلفيه دوليه. طبعا ترهنش على لاعب محلي هتبقى فرصه ضعيف قوي في النجاح. تيجي الخط الوسط لا خلاف طبعا على دونجا. دونجا عامل موسم هايل ومجهود وبيلعب بروحه. لا خلاف على شحاته وبرضه يلعب في الناحيه اليمين عشان الاطراف. زيزو هنا بقى الكلام تيجي بقى للطرفين الجزيري تقريبا بس برضه الجزيري والجزيري تيجي بقى للاتنين اللي في الشمال بقى الطرفين هو لاعب احمد حمدي وسامسون وعنده عده خيارات بقى في الماتش الجاي. ممكن يلعب احمد حمدي ده لا غنى عنه لازم يلعب. ممكن يلعبه شمال يلعبه هاف ليفت وينزل اوباما بس اوباما الخطوره ان بقاله شهرين بره بعيد وشلبي لسه يعني انا عايز اسال سؤال لحضرتك. شلبي النهارده هو نزل ستوري على انستجرام كده قال ان هو جاهز ودكتور محمد اسامه بيقول ان هو دخل في تدريبات الجماعيه دخل النهارده ولا التدريبات الفرديه لا النهارده دخل تدريبات جماعيه فانا بقول يعني بكره هيبقى في القايمه انا بقول لحضرتك بكره هيبقى في القايمه شارك في جزء من التدريبات ولكن جوزيه جوميز يديله عشان هو برده كان بعيد يعني بنتكلم في اصابه بعيد حوالي 3 مباريات او 4 مباريات يديله برده في مباراه زي دي ولا ممكن يبقى ورقه على الدكه يعني ممكن يكون ممكن يحط يعني يحطه في الاعتبار لكن في مرحله في الماتش وممكن اذا كان شايف على حسب الناحيه البدنيه بتاعته اذا كان شايف انه ممكن يبدا بيه ممكن لكن انت عندك احمد حمدي هتحطه في مركزه واحمد حمدي بيلعب لك دور كويس جدا. احمد عنده قدره على الاختراق ويقدر يخش ال 18 يقدر وفي ماتش زي ده هو هيقفلك الجيم. انت محتاج واحد زي احمد حمدي يخش جوه يعمل ترقيصتين ياخد بينالتي يعني مشيت معاه في فيوتشر وجاب جول الاختراقات بتاعته. ماتش سموحه كان الزمالك ليه بينالتي 100% طبعا وكان هو برضه الطرف فيها يعني فممكن يكون وجوده في المكان ده مهم جدا. الطرف الشمال بقى ممكن تلعب فيه نضاي ليه انا قلت احمد حمدي برضه ممكن يلعب في الشمال لانه في ماتش دريمز تفتكر الشوط الاول المباراه الاولى الشوط الاول لعب على الطرف الشمال لعب نضاي ما كانش كويس فطلع نضاي قدام خلاه في الليفت ورجع احمد حمدي فاحمد حمدي عمل جيم كويس جدا واتقفلت الناحيه الشمال اللي هي اليمين دريمز كان بيهاجم منها تماما فهو ممكن يعمل الموضوع ده لكن احمد حمدي وجوده اساسي. الشمال بقى هل يبدا بسامسون ولا هل ينزل نضاي ولا هل يلاعب شلبي هي دي نقطه ولا هل ممكن ترجع له هو بقى في التدريبات يعني احمد حمدي في الشمال واوباما يبقى هو اللي يلعب في خط الوسط يلعب مركز يعني كل ده احتمالات وارده وسيف الجزيري لا خلاف عليه ده كده كده احنا نتمنى اكيد لنادي الزمالك كل التوفيق واللعيبه كلها تبقى في الفورمه اليوم ده ويبعد عننا العارضه يا رب ابعد عننا هو لسه في رساله مهمه جدا للجمهور اخيرا يلا جمهور الزمالك في المباراه ديت يجب يعلم ان المباراه لا تنتهي الا بصفره الحكم ودي الحقيقه دايما رساله هم بيعملوها وماشيين فيها كويس برجع وافكرهم انت كنت فكرهم شباب ماتش ارتا سولار مغلوبين 2-0 و1-0 يعني مغلوبين 3 والناس فضلت على مؤازرتها لغايه اخر دقيقه ماتش فيوتشر كنا مغلوبين وقلبنا الجيم ماتشات كتير جدا الزمالك كان فيها خسران مش كده وبس ده في ماتشات دوليه زي مصر والكونغو اللي رحنا بيه كاس العالم فالجمهور يفضل على مؤازرته لاخر دقيقه مهما كانت النتيجه مهما كانت النتيجه نفس القوه من التشجيع. الحاجه الثانيه ما تروحش بقى تشجع قبل الماتش باربع ساعات يعني ما ممكن الملعب يتملي من الساعه 4 مثلا او 5 تقعد وتريح تاخد الباور زي كل العالم ما بيعمل من الساعه 7:30 كده اول ما اللعيبه تنزل قبل اللعيبه ما تنزل يبتدي التشجيع الصح التشجيع المؤثر ده مهم جدا وان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني الزمالك يعمل نتيجه ايجابيه. بشكر حضرتك شكرا بشكرك جزيلا اعلامي متميز طارق رضوان شكرا لحضرتك شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين نستاذنكم نطير لفاصل سريع جدا ونرجع نستقبل ضيوفنا يعني استاذ حسيب النجار واستاذ احمد عباس النقاد الفقره التحليليه ومعانا تقرير رساله الجمهور ورسائل دعم الجمهور وبعد كده فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية تابعونا
الرجاله وقدها ودي حاجه مفروغ منها. وطبعا الجمهور هيفضل مساند ليكم وان شاء الله مش هنقصر في حاجه يوم الاحد وان شاء الله الكونفدراليه لينا ونفرح كلنا. قالت نادي الزمالك احنا واثقين فيكم وانكم هتاخدوا الكونفدراليه ان شاء الله وتحققوا اللقب القاري كاس الكونفدراليه. واثقين فيكم يا رجاله وانتم قد التحدي مهما كانت الصعوبات، بس انتم قد التحدي لانكم بتلعبوا بتشيرت نادي الزمالك. نادي الزمالك يا ممر عليه صعوبات وانتم قدها، والكونفدراليه يا زمالك هانت الزملكاويه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلها ماتش واحد بس وتفرحونا زي ما بتفرحونا على طول. وباذنك يا رب، باذنك يا رب الكونفدراليه زملكاويه. ومش عشان انا عامل عمليه بقى ده ما يمنعش ان انا لازم اروح الماتش واساندكم من هناك وان شاء الله تفرحونا. الكونفدراليه زملكاويه. رجالتنا، رجاله نادي الزمالك، كلنا واثقين فيكم ان انتوا هتقدروا تفرحونا يوم 19 وتفوزوا ببطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. كلنا واثقين فيكم وبندعمكم لاخر لحظه ومعاكم على المره قبل الحلوه. واهم حاجه ما تنسوش ان احنا الزمالك ما نخافش من اي حد، احنا هنكسب اي حد من اول البطوله واحنا معاكم والاخرها واحنا وراكم. دايما هتلاقوا جمهور الزمالك هو الداعم الاول ليكم في كل البطولات وفي اي ظرف وفي اي مكان. مستنيين منكم الفرحه، مستنيين منكم الكونفدراليه. الماتش اللي جاي ماتش مستاهل، بس لعبتنا رجاله وقدها واحنا كمان قدها وبصوتنا هنجيب الفوز وسط ناسنا وعلى ارضنا ان شاء الله. الكونفدراليه زمالكاويه. احنا قدها يا رجاله، والله العظيم احنا قدها يا رجاله، وهنقدر نكسب البطوله. الجمهور هيعمل مرحمه كرويه في المدرجات ما حصلتش من سنين. الجمهور ده عايز يروح فرحان، وانتوا رجاله وقادرين على اي حاجه. انتوا اللي كسبتوا الاهلي من قريب، الاهلي اللي هو اصلا بطل افريقيا، ففي ايه؟ هنقدر نكسب بطوله ونحتفل كلنا في 100 عقبه. ازيكم، انا عديك مشجع زملكاوي. ان شاء الله الزمالك يكسب ويفرحنا زي ما بيفرحنا كل مره. طبعا نكسب الكونفدراليه واللعيبه تبقى رجاله واحنا نضهر الزمالك دايما. يوم 19 مفيش هزار، ان شاء الله تعملوها يا ابطال وتفرحوا كل الجمهور اللي وراكم وهيفضل دايما وراكم وفي ظهركم. وان شاء الله نحتفل بالبطوله هنا في استاد القاهره وكمان نشوف شيكا وهو بيرقص بالكاس. يلا زمالك فرح، ان شاء الله زمالك هيكسب. يلا زمالك فرحنا.